من جدول الضرب اللي عايز اعرضه على حضراتكم الليله كلمه اسمها حي، اسم فعل بمعنى تعالى، تعالوا، مبنية على الفتح ليوم القيامة. حي، يبقى لما جدا يا حلوين يا مسلمين يا مقطقطين أقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي حي على الفلاح. 90% من كبار المشايخ اللي لهم آذان متسجلة، ادخل على اليوتيوب واكتب الآذان بصوت مشاهير الأشيوخ، حي على الصلاة، حي، لتغضب ربنا، لتغضب ربنا. بصوا، الأخطاء بتغتفر في الفقه الإسلامي بحاجتين، بحاجتين: واحد، حداثة العهد بالإسلام، يعني مسلم من امبارح، من شهر، من سنة، أتمنى السكن في مكان بعيد عن العلم والعلماء. احنا بقى لا حديث عهد بالإسلام، ولا احنا ساكنين الديزرت بعيد عن الحضارة والتحضر. أظن عيب إن لم يكن حراما، عيب نقول حي على الصلاة، حي في عينك وعين أهلك، اسمها إيه؟ حيا، مبنية على الفتح، 2 × 3 × 6. عرفنا دي. 2 من جدول الضرب في الدين الأساليب، أولها النهاردة وآخرها يوم القيامة. الأساليب، في أسلوب عربي اسمه أسلوب المبالغة، يعرفوه السادة المثقفون ويعرفوه السادة الأميون، الأميون، المبالغة. اللي ما يعرفش المبالغة زي أحد الفضلاء اللي سمعته بودني واللي بيتهم فيه الإمام البخاري رحمه الله بالكذب، تخيلوا، تخيلوا ليه؟ لأنه ذكر حديث البخاري، يعني إن واحد سأل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن الساعة، فسيدنا محمد كان قاعد قدامه عيل صغير، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له لن يهرم هذا حتى تقوم الساعة. مسك الشاب الطلوقة، أحد مكوني تكوين، وقال الواد ده هيقعد 70 سنة، 80 سنة، أو شيخ وهرم والساعة ما قامتش. يصدقوه بتوع الترمس؟ مع احترامي لبياع الترمس، يصدقوه اللي ما دخلش مضغطة؟ يا ابني، يا ابني، بكل أدب واحترام، ده اسمه أسلوب المبالغة في قرب الساعة.